Today's A Journey Through Aesthetic Realms will be presented in Arabic with subtitles in Arabic, Olasiz or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Persian, Portuguese, Russian, Thai, and Spanish. تحياتنا إلى مشاهدينا المحبين وأهلا وسهلا بكم في برنامج رحلة عبر العوالم الجمالية على شاشة تلفاز كبيرة المعلمات. برنامج اليوم يقدم الفنان والشاعر العراقي المحترم السيد بول باتو. إن العراق هو دولة غنية بالعادات الفنية، ولقد ترعرع السيد باتو في بيئة حيث الفن الجميل كان يلقي التقدير العظيم. أنا اسمي بول باتو، فنان من العراق، ولدت 1959 قرية صغيرة بين تركيا والعراق. سنة 61 واستقرينا ببغداد. يعني لما كنا شباب بالعراق هواية فنانين كان أكو بالساحة العراقية، فنانين كبار جدا، منهم فايق حسن وانطباعيته، خالد الجادر كنت أحب ألوانه كثيرة، هو فنان انطباعي، جواد سليم نصب الحرية بقلب بغداد اللي كان بيتي قريب وكنت أشوف هذا النصب كل يوم، كنت أحبه هواية. كان أستاذي الأستاذ الدكتور علاء حسين بشير، لوحات السريالية اللي كنت أتوقف هواية لما أتفرج عليها، وكأنما اللوحة تشدني إلى داخلها حتى أعرف أسرارها وأعرف اتجاهاتها. وما أنسى أذكر مرة اللوق الأستاذ عبد الله ياسين، هو اللي علمني فنون الرسم وتشكيل اللوحة وساعدني كثير كثير، وأني أشكره هواية هواية. ما أدري إذا كان موجود بالعراق أو طلع من العراق. بينما كان في الكلية كان السيد باتو مستلهما كثيرا جدا بمعلميه، وقرر أن يكمل في مهنة الرسام. حدث مهم في حياته عمل على تشكيل موضوع لوحاته. ما هو الإلهام إلى براعيتك الفنية؟ الإلهام اللي أخذني للاتجاه الفني هو بعد ما قرأت ملحمة القامش، أول ملحمة سومرية بشرية تكتب للعالم أجمع، غيرت اتجاهاتي وبديت أتجه لمعرفة أكثر وأكثر عن تاريخي، تاريخ بلاد رافدين. كعراقي وابن بلاد النهرين أو ميزوبوتاميا، أنا رسمت وكتبت عن الإنسان العراقي، رسمت تاريخه وتفكيره وفنه، وحاولت أن أسوي فد علاقة بين تفكيره قبل 3000 سنة قبل الميلاد وتفكير الإنسان العراقي بالوقت الحاضر. شوفين لوحاتي أيضا الكنيسة والجامع والصليب وهي تتبعثر على أرض العراق في الوقت الحاضر، يعني أستخدم الأبيض والأسود والأحمر والأوكر والبنفسجي، متعددة الألوان، لما نجي نمزجها كلها تصير لون واحد، لون حلو. لقد فسر السيد باتو لنا وبكل كرم بعضا من أعماله الفنية، والعديد منها نال جوائز عالمية أو قد تم نشرها على أغلفة المجلات. هاي لوحة عن ملحمة القامش الأصلية موجودة في بغداد، يعني رسمتها كبيرة جدا، وهنا حاولت لكثرة حبي لها حاولت أن أنقل كشيء مصغر لها. قيلن يقرون ملحمة القامش يعني تنطيلهم فد مفاهيم جدا جدا حلوة، وهي مشهورة جدا وموجودة في كل المكتبات في العالم وترجمت إلى أكثر من 25 لغة،
وأول هي أول ملحمة تكتب للبشرية. وهذه اللوحة؟ هاي اللوحة هي زي بنينوى أو ضواحي نينوى. تعرفين أنه نينوى كانت هي عاصمة الدولة الآشورية بشمال العراق، والقرى اللي مجاورة لها هي كلها يسكنها الآشوريين والكلدان اللي يتكلمون اللغة الآرامية. تشوفي القطع الكثيرة بلباسهم وتطرز باليات، وتعجبني ألوانهم كثيرة. هاي مجموعة من اللوحات رسمت بيها الوسترن أمريكان وسترن ستايل جروب اكزيبيشن ويا فنانين أمريكان، أخذت هواي جوائز هالمعارض على أكاديمي أوف آرت لوس أنجلوس. عندي هاللوحة، هاي أخذت جائزة ثانية. هنا عندنا زندة ماجازين، هي مجلة آشورية نشرت هواية من لوحاتي. بالإضافة إلى كونه رسام، فإن السيد باتو يكتب أيضا القصائد. كتابه آخر أفكاري عن العراق هو عبارة عن مجموعة فريدة، حيث يندمج الشعر مع اللوحات. سنة 2005 سويت معرض بلوس أنجلوس اسمه My Last Thought About Iraq، وبالمعنى أنه تأملاتي الأخيرة حول العراق. من سنة 80 بديت أكتب تأملات وأفكار والكلام اللي أسمعه من أصدقائي. فب 2005 جمعت كل هاي ورسمتها، رسمت حوالي 25 لوحة. اللوحة ضفت عليها اللون وضفت عليها الكلمة مثل ما نشوف. هاي مثلا كلام مكتوب من أحد قصائدي لك الكونفشن. لما عرضنا هاللوحات ترجمنا القصائد وخليناها يم اللوحة، يعني حتى القارئ الأمريكي يعرف ايش كاتب هناك. فالأكثر الناس حبت الأشعار، حبت هواي الأشعار والكلام الموجود. فقالوا لي ليش ما تنشرها، احنا نريد نسخ من عندها، يعني كل القصائد. شركة نشر ونشروا لي الكتاب، ما موجود بالمكتبات بس كان الناس تقدر تسوي أوردر من الأمازون، يقدرون كتاب صغير. بعدين تجي القصائد مالتي It's moving. تحرك الواحد، لأن هي خلاصة لتفكير ناس أبرياء. سوف نواصل مقابلتنا مع الفنان العراقي السيد بول باتو بعد هذا الفاصل القصير. رجاء ابقوا معنا على شاشة التلفاز كبيرة المعلمات. مشاهدينا محبين الخير، أهلا بعودتكم إلى برنامج رحلة عبر العوالم الجمالية على شاشة تلفاز كبيرة المعلمات، بينما نقوم بمواصلة مقابلتنا مع الفنان العراقي المميز بول باتو. ذكر العراق أصدقائنا وجيراننا ومعارفنا أنه كانوا كريمين جداً، يعني لما يستقبلوك يستقبلوك بحفاوة جداً، ولما كريمين جداً كانوا، يعني لا حد التخمة. يعني آخر مرة كنا في إسبانيا قبل سنتين أنا وزوجتي وابني، شفنا مطعم مكتوب عليه عربي، مطعم صغير كلش، فدخلنا عليه. بعدين طلع صاحب المطعم عراقي، لما أكلنا كان أكل طيب جداً عجبنا.
رفض ياخذ من عندنا يعني اي مبلغ، بس انا اصريت. بعدين هو جاب لنا البقلاوه، هي حلاوه عراقيه يعني المشهور بها العراق، بس فرحنا لما شفناه من المحافظتين. بس هو فرح لما شافنا واحنا فرحنا لما شفناه. ماذا تود قوله عن بعض القيم الثقافيه المهمه للعراق؟ العراق مهد الحضارات، اول حضاره سومريه والأكادية والآشورية والكلدانية، كانت أولى الحضارات اللي أنطت للعالم المعرفة بالفنون الكتابة والعمارة والعلم أيضا. أتمنى أن يكون هذا الاتجاه للعراقيين أن يشوفون العالم بذلك الإرث. إذا أريد نقدم نفسنا للعالم يجب أن يكون عبر الفن، عبر الفنون من كل أنواعها. عندنا كثير من من المثقفين والفنانين المبدعين بالعراق، واللي يساهمون ينطون للبشرية أشياء حلوة، فن راقي جدا، موجودين في أمريكا وفي أوروبا وفي كل البلدان العربية تقريبا. العراق متنوع بناس، يعني العراق مو وطن للعرب ولا للأكراد ولا للتركمان. العراق الأرمن بالآشوريين نيتف بيبل اوف عراق، يعني هم الأصل. احنا نريد نطلع العراق بكل مكوناته، بكل اتجاهاته، بكل اختلافاته. التنوع حلو. هل تعتقد ان هناك اي تشابه بين الشعب العراقي وهؤلاء من الأمم الأخرى؟ الخالق واحد لكل البشر، وأن البشر يولدون متساوين في كل العالم. تعاملت مع ناس كثيرين في أوروبا وفي أمريكا ومن بقية بلدان العالم، يعني حبيتهم وحبوني، ما شفت أي فرق بيني وبينهم. العراقيين كأي شعب يحب الحرية ويحب السلام ويحب الاستقرار ويحب التطور. يعني أمنية كل العراقيين وأمنية الفنانين منهم أن يكون عندهم وطن يحترم الموسيقى والفن وكل شيء جميل، وطن يحترم فيه الإنسان مهما كان دينه واتجاهاته وأفكاره. أن يكون اتجاهنا واحد هو خدمة هذا الكون، خدمة البشرية أجمعين. إن الفنانين في الغالب هم في انسجام مع النفس السماوية والروحانية، بالإضافة إلى العالم من حولهم، سواء كانوا بشراً، نباتات أو حيوانات. إن هذه على وجه الخصوص حقيقة بالنسبة للسيد باتو، الذي يشاركنا بأفكاره حيال التشارك في كل الأشياء. فيما خص الأكل، هل فيه أكل نباتي؟ طبعا هو اكو اكل نباتي، مثلا احنا زوجتي مثلا تطبخ الطورمه ما تخلي لحم بيها، بس النباتات نسويها. يعني عندنا الصوم مثلا، احنا بالمسيحيين العراق ما ناكل اللحم لفتره قبل لحم، بس انا ما لكن من احسن ما تاكله يعني سبيتنا سن ما ناكل لحم هوايه، نشوف هسه الامراض تزيد وتزيد وتزيد. ليش؟ لان احنا اهملنا الطبيعه، ما بي تعاطف. يعني قبل كانت الالهه مجموعه آلهة، أدت كل هالآلهة كانت موجودة ضمن البشر. كانت موجودة ضمن البشر. يعني لما يكون إله للمياه والناس تعبد هذا الإله، فتحافظ على المياه، تحافظ على نظافتها، لأنه إلههم. أنا أعبد الله وما خلقه على الأرض، من نبات، من مياه، من هواء، من حيوان، أي شيء، كلها خليقة الله، يجب أن أحترمها وأحافظ عليها، لأن هي تأثر عليها بعدين. فأرجو من الناس أن تحافظ على ما خلق الله من كل شيء. لوحاتي في الوقت الحاضر أقدم كل ما يفيد الإنسان، إذا كان عراقي أو من أي بلد آخر. أنا أحب الحرية، يعني أحب الحرية جدا، وأعبد الطبيعة، يمكن أعبدها هواي أعبدها، فأحاول جهدي أن أحافظ عليها. عندما سألناه عن رسالته للعالم، فإن السيد باتو أجاب بجواب قلبي. أشكر اللي الناس اللي يتابعونا اليوم، أتمنى لهم الحب والسلام، وأطلب منهم أن
يعشق الفنون بكل ألوانها، الموسيقى، الفن التشكيلي، الرسم، الكتابة، ويعلموا أولادهم أن يحبون هالأشياء أيضا، يعلموهم روعتها وتأثيرها على تفكيرهم وتأثيرها على دراستهم. تعرفين أنت الفن هو لغة مشتركة، يعني لغة مشتركة بين كل الشعوب، هي لغة السلام والحب. شكرا لك يا سيد بول باتو على مشاركتنا بلوحاتك الجميلة وأفكارك الملهمة معنا. عسى أن يباركك الله أنت وكل الفنانين بنجاح باهر أكثر في مساعيكم النبيلة لترويج رسالة السلام والمحبة من خلال فنونكم المبدعة. عسى كل الناس في العالم أن يتحدوا في اللغة العالمية للفن مع بركات النعمة الإلهية. مشاهدين المهتمين، شكرا لحضوركم معنا في برنامج اليوم رحلة عبر العوالم الجمالية. رجاء ابقوا معنا على شاشة تلفاز كبيرة المعلمات. يأتيكم فيما يلي برنامج الحمية النباتية، الطريقة النبيلة للعيش بعد نشر أخبار جديرة بالملاحظة. حتى نلقاكم في المرة المقبلة. Caring viewers, thank you for being with us on today's A Journey Through Aesthetic Realms. Please stay tuned to Supreme Master Television. Up next is Vegetarianism, the Noble Way of Living, after Noteworthy News. Until next time. For more details, please visit www.SupremeMasterTV.com/AJAR.